ثم أما بعد، فيقول الباري جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون إلى آخر الآية. هذا المقطع العجيب من بصائر القرآن العظيم فيه من فقه التبصر والتبصير كثير، كله متعلق بأمرين: الأول نموذج الجهل بالله والعياذ بالله، وهو نموذج بني إسرائيل كما هو واضح، والثاني عكسه وهم المخاطبون المؤمنون. أفتطمعون أي أنتم أيها المؤمنون المسلمون أن يؤمنوا لكم، والمؤمن عارف بالله جل وعلا تحدوه المعرفة به سبحانه وتعالى على الحرص إلى الحرص على الكافر عسى أن يكون من المسلمين. شيء عجيب يقع بقلب العبد الصالح، وهو أنه حينما يتعرف على مولاه الذي خلقه ويدرك ببصيرته النافذة جلال سلطانه وجماله، فإنه آنئذ يرغب في أن ينتشر الخير بين الناس ويأسف ويأسى على انتشار الشر بينهم. ولذلك قال رب العزة: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لأصحابه وللناس في هذا المعنى بأبلغ ما تكون الأمثال، فقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الناس كرجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب تهب إليها. هذا المثال الحساس الحسي المعنوي، حساس له أثر في النفس، حسي أي مادي مشاهد لكنه في الآن نفسه معنوي، فهو عليه الصلاة والسلام يمثل نفسه كرجل أوقد نارا بليل. وطبعا لما الإنسان كيكون في البادية ويشعل النار في مكان معين بالليل تأتي الجنادب، يعني هذاك الجراد الرقيق، جنادب جمع جندب، والفرش فرشات ديال الليل، فهذه الحشرات تجذبها الأنوار كما هو في الكهرباء وفي كل شيء فيه نور، لكنها لا تدرك حينما ترى تلك الأنوار أنما هي نار، فتلقي بنفسها في النور فإذا بها في النار وتحترق. وكذلك مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الناس، ينظرون إلى بريق الفتن فيظنون أنها الخير وأنها الجمال وأنها الحضارة وأنها التقدم إلى غير ذلك من المصطلحات التي يسكها إبليس وتصنع بمدرسة إبليس وتوزع عبر وسائل الإعلام المختلفة من أجل أن توقع أكبر عدد من الناس في النار إيهاما لهم على أنها النور. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذ بحجزنا يدفعنا يجذبنا عن النار، فيأبى الناس إلا أن ينكبوا على وجوههم مع الأسف في النار. ولذلك قال عز وجل: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ورب العزة جل وعلا لا يتحسر سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأنما التحسر يعني الأسف والأسى، ولا يأسف ولا يأسى إلا الذي فاته شيء لم يكن بطاقته أن يرده، وهذا ينزه عنه المليك العظيم ذو الجلال، لأنه لا يقع شيء إلا بإذنه جل وعلا. وإنما هو جل وعلا سبحانه وتعالى يحكي لنا صورة النفس لدى العبد المؤمن الذي عرف الله جل وعلا وعرف ما يقتضيه السير إليه من رغب ومن رهب، فحينما تقع بقلب هذه المعرفة يتحسر على واقع الناس، إذ يرى أن الخير بين أيدي الجميع يسير سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أهوذا كتاب الله متلو ومطبوع ومرئي ومسموع في كل مكان، ولكن قليل أولئك الذين يقرؤون
ومن الذين يقرؤون قليل منهم يتدبرون ويتبصرون. العبد حينما يشتغل بالله جل وعلا ويصبح همه الأول والآخر أن يزداد معرفة بربه، كل يوم يصبح عليه وتشرق عليه شمسه يشتاق إلى شيء أن يزداد درجة ويرتقي منزله في طريق السير إلى الله جل وعلا تعرفا إليه سبحانه وتعالى. وكلما وقعت بقلبه هذه الحقائق النورانية القرآنية، كلما اكتشف هول الفاجعة التي حلت وتحل بالناس. ولذلك فكان شأن الرسل رسل الله الحرص على الناس، فإذا انقلبوا كافرين حزنوا وأسفوا لذلك، ولذلك كانوا حلماء كرماء عليهم الصلاة والسلام، كانوا أواهين يملأهم الحلم والرحمة بالناس. وسيدهم طبعا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فأخذ أصحابه عنه هذه الخصلة وتخلقوا بها، فكان يقع بقلبهم الحرص الشديد على أن يبلغوا رسالات الله تفهيما وتبصيرا لكل الناس، وكان طمعهم كبيرا في إسلام أهل الكتاب، من حيث إنهم أهل كتاب وهم أولى الناس بالإسلام لو كانوا يعقلون، لأنهم يعرفون أنبياء الله موسى وقبله الأنبياء السابقون وبعده عيسى عليه السلام. فكان المفروض أن يكون اليهود والنصارى هم السباقين إلى دين الله، ولذلك طمعوا في إسلامهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، طمعوا في إسلامهم لما ذكرت من المعرفة التي وقعت بقلوب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعرفة الربانية حينما عرفوا الله جل وعلا وعرفوا ما عنده من بركات وخيرات، وعرفوا أيضا ما في ملكوته جل وعلا من عظمة وامتداد، فوقعت بقلوبهم خشية ورقة وشفقة ورحمة، استوعبت المؤمنين رحمة واستوعبت الكافرين أسا وأسفا وحسرة. يعني المؤمن إذا نظر إلى أخيه المؤمن شمله بالرحمة، لكنه حينما ينظر بهذه العين إلى الكفار يستوعبهم أيضا لكن بإحساس الحسرة، يا حسرة على العباد. لكن الله جل وعلا كشف حقيقة بني إسرائيل من يهود، وبين أنهم من غير تلك الطينة ومن غير ذلك النوع الذي يتحسر عليه ويتأسف عليه، لأنهم بلغوا على عكس ونقيض حال أصحاب رسول الله وأتباعهم بالخير، بلغوا درجة مناقضة من الجهل بالله، من الجهل بالله أدت بهم إلى إعلان التمرد على الله كما أعلنه إبليس. ولذلك قال جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد ذكرت هذه القصة غير ما مرة وقد فصلت في القرآن تفصيلا. ذلك أن أصحاب موسى عليه السلام طلبوا منه أن يرافقوه إلى موعده مع الله جل وعلا ليسمعوا كلام الله كما هو عليه الصلاة والسلام، أي موسى يسمعه لأنه كان كليم الله جل وعلا، فدعا ربه في ذلك فأجابه، فاختار لذلك من قومه 70 رجلا ثم أخذهم إلى الميقات. فحينما سمعوا كما سمع موسى رب العالمين يتكلم جل وعلا، طمعوا في مرتبة أعلى من مرتبة موسى نفسه. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، طمعوا في أن ينظروا من بعد ما سمعوا، ولذلك غضب الحق عليهم فأنزل عليهم الصاعقة. الشاهد عندنا ها هنا أن هؤلاء عاينوا بأسماعهم الحقيقة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ومن بعد سماعه والتيقن الكامل من أنه كلام الله حرفوه وزوروه وبدلوه وغيروه، تحريف ألفاظ وتحريف معان، حرفوا الألفاظ ووضعوا ألفاظا أخرى
كما حرفوا المعاني فأولوها بغير مقاصدها الشرعية، فأفسدوا وضيعوا الحق وضللوا تاريخ البشرية، وكانوا بجريمتهم هذه عالمين، لم يكونوا غافلين، لم يكونوا ساهين، ولكنهم كانوا عالمين بالحق وعالمين بأنهم يحرفون الحق. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، أي بوعي تام، أدركوا ما أدركوا من الخطاب من بعد ما عقلوه، فقاموا بجريمتهم وهم يعلمون، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا منتهى الجهل بالله، أقول هو جهل بالله. علموا الحقيقة نعم، ولكن من حيث مصدرها وتوثيقها، يعني عندهم يقين بأن ذلك الكلام الذي يأتي به موسى الذي هو التوراة هو كلام الله، ما عندهمش جرام ديال الشك في هذه، ولكنهم مع ذلك لا يعرفون الله جل وعلا، لأن من عرف الله حقا وصدقا لا يملك إلا أن يكون من الخاشعين، لا يستطيع أن يكون متمردا على الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يعرف بالتذلل والتعبد، لأن من تكبر على الله حرمه الله معرفته من البداية، وهم إنما تعاملوا مع موسى بالكبرياء، فلذلك لم يصلوا قط إلى باب المعرفة، هم من البداية كانوا متكبرين على سيدنا موسى، فابتلاهم الله بمعرفة الحق وبجهل الخالق لتكون الحجة عليهم أشد وآكد، وهذا منتهى البلاء. ومما يدل على أنهم أغبى الناس في طريق المعرفة الربانية، هم أذكياء في التعامل مع الدنيا، وذكاؤهم ذكاء خبث، لكنهم جهلاء في التعامل مع الله جل وعلا ومع الآخرة. ولذلك صور لنا الحق جل وعلا وجدانهم وحقيقة نفسياتهم، فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أحبارهم وعلماؤهم في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا إذا خلا بعضهم برسول الله وصحبه عليه الصلاة والسلام قرأوا بعض حقائق التوراة، فإذا رجعوا إلى إخوانهم من الأحبار وعلماء اليهود تلاوموا فيما بينهم، يعني من اللي يكونوا بعض العلماء ديرهم جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم كيذكروا بعض الحقائق التوراتية ويذكروا بعض الآيات الربانية الحقيقية إنباء عن الله أو عن نبي الله موسى، باش يتفخموا عليه بأن حتى هما عندهم معرفة بقضايا النبوة، لكن لما كيرجعوا عند العلماء الآخرين ديالهم وكلهم يفعلوا ذلك إذا التقوا يتلاومون، كيقولوا انتما كتذكروا الآيات ديالنا لهذا النبي وصحبه باش غدا يوم القيامة يحتجوا بها عند الله بأنكم كنتوا عارفين الحقيقة، فيعني ينصحونهم بعدم كشف حقائق التوراة حتى لا يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه، فلا يكونون بذلك حجة عليهم عند الله باش ما يشهدوش عليهم عند الله تعالى، يعني ضربوا الحساب الخبر أنه يشهدوا به الناس وما ضربوش الحساب لرب العالمين الذي شهاد عليهم من فوقهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. زعمرة الفهم العقل هذه النصيحة، وهو الجهل الكامل المطلق المركب بل المكعب، لأنه جهل بالله أولا يعلمون. شوف الرد الرباني سبحانه: أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني هما كيتخبعوا من الله سبحانه وتعالى باش ما يشهدش عليهم بندم، هو رب العالمين يشهد عليهم، يشهد علانيتهم ويشهد سرهم، يعني بحال ذاك الإنسان اللي سد عليه الأبواب وغلق عليه الأقفال من أجل أن يرتكب معصية ظنا منه أنه لا يراه أحد، هذا جهل بالله. فكذلك حال بني إسرائيل، كل قصصهم يدل على أنهم كانوا أجهل الخلق بالله. قضية السبت أيضا حينما كانوا يلقون الشباك بالجمعة وقد حرم عليهم الرب جل وعلا الصيد يوم السبت، فحينما يكون السبت تأتيهم حيتانهم شرعا
الحوت كيخرج ليهم في هذاك الخليج، كانوا في واحد المدينه هي فيها خليج الماء داخل في الارض، كيجي الحوت هز راسه فوق الماء على غير عادته ويجي هكذاك غير نهار السبت، كيبداو يتحنشوا اش داروا ليه، رموا ليه الشباك نهار الجمعه باش الحوت اللي دخل السبت ما تخرج، وجمعوهم نهار الحد باش يتسموا ما صيدوش نهار السبت. هذا منتهى الجهل بالله، كل قصصهم يدل على هذا. قصة قصة من قصص بني إسرائيل، يعني سبحان الله اليهودي مطور مطور مطور، لما تجي الأمر كيتعلق برب العالمين كتلقاه بليد منتهى الغباوة. وتلك منحة ربانية، يعني العلم بالله ماشي يعني شي حاجة كتكسبها أبدا، لأن الله إذا طبع على قلب عبد فقد انطبع، وإذا كشف عنه الحجب كان من المبصرين. لأن العلم بالله والمعرفة به جل وعلا إنما تنال بالتعبد، حينما تخضع لله وتنزع عنك رداء الكبرياء، تقول لي عبد متواضع لله جل وعلا، صقل قلبك بحبه فكشف لك عن أسرار معرفته فكنت من العارفين آنئذ. مهما تواضع علمك بأمور الدنيا أو بأمور العلم المادي، فإنك إن أخلصت، لأن هذا شأن آخر، هذا اختصاص روحاني، إن أخلصت لله الطريق والسير فعلا جعلك من العارفين، وكشف لك عن الحقائق ما لم يكشف لغيرك من الناس ممن ولوا أدبارهم حقائق الدين والتدين، فتكون هذه المعاني موهبة من الله جل وعلا، هبات أو مواهب كما يعبرون، لا مكاسب. من هنا إذن كان الفرق كبيرا جدا، فرق نقيض وتناقض وتضاد وتنافر بين حقائق الإيمان في قلوب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين حقائق الجهل بالله في قلوب بني إسرائيل. هذه البصائر المتتاليات في هذه الآيات تدل على هذا الأمر الخطير الذي قد يحدث للإنسان والعياذ بالله، وهو انفصام في قدرة فكره وفي قوة ذكائه. العقل ديالك يتفرق على جوج، بقدر ما يتصف بحدة الذكاء يتصف أيضا بحدة البلادة، وهذه من أخطر المظاهر في شخصية الإنسان، وهذا سبحان الله العظيم مشاهد كنشوفوه اليوم في هذا العالم. يعني قد تجد على مستوى الدول، على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الأفراد، ما بغي يطبقوك تلقاه. يعني شوف مثلا الإنسان الأوروبي، يعني في العالم التقني المادي والإلكتروني يعني منتهى الذكاء فعلا، لما تجي لبعض الأمور الأخرى ديال القيم والأخلاق كتلقاه أغبى الناس، شيء غريب جدا، في مأكله في مشربه في حياته اليومية الأسرية الجنسية العلاقات الاجتماعية، شيء غريب جدا، منتهى الغباء ومنتهى البلادة. وكذلك الشأن في الإنسان المسلم إذا ضل السبيل عن الله جل وعلا، تقدر تلقى عنده خبرة بالدنيا غريبة، ولكن يطبعه جهل بالله وبالدين وبالقيم وبحقائق الإيمان، بحيث يجعله مكروه المعشر، ما تحمله ما تطيقه ما تقدر تعاشره. وهذا منطوق الحديث الذي سبق أن ذكرناه عن الجعذري الجواظ، إن الله يبغض، في قول الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله يبغض الجعذري الجواظ، كل جعذري جواظ سخاب في الأسواق. سبق أن شرحنا هذا بأن الجعذري ذلك الإنسان المتلهف على الدنيا المتكالب عليها، والجواظ الذي لا يألف ولا يؤلف، لا يقبل إلفة ولا يقبله أحد ولا يستطيع أن يعاشره، له صخب بالسين وبالصاد ما شئت، يعني الصوت دياله عالي مرتفع في الأسواق، معمر الدنيا بسبب أنه يريد أن يمتلك كل شيء وأن يربح كل شيء بكل طريق من الحلال أو الحرام لا يبالي، جيفة بالليل حمار بالنهار، لأنه ينام على غير ذكر وعلى غير صلاة، لا صلاة الليل ولا صلاة النهار، فيكون في منامه كالجيفة، فإذا استيقظ استيقظ كالحمار في صوته وفي جشعه، من حيث الصوت يصخب ويسخب بالسين والصاد كلاهما بمعنى واحد، ومن حيث الجشع لأن الحمار جشع يعني فيه الطمع حتى حاجة ما كتكفي، ولا يلتفت إلا إلى مطعمه ومشربه وجنسه لا يزيد، عالم بالدنيا وهو محل الشاهد عندنا، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، عالم بالدنيا يعني بانضي طور ما تديرهاش به، هذا هو العالم بالدنيا لكنه جاهل بالآخرة،
جمع البلادة كلها والغباء كله. وحقيقة بقي شي بلادة وشي غباء من بعد أن الإنسان يجعل حدود فكره مهما ثقب حدود الفكر دياله كله مرتبط بالحياة الدنيا، هذا منتهى الجهل. وسبحان الله العظيم تشوفوا في كثير من الناس مع الأسف يجمع المال، يشتغل من أجل المال، يعبد المال، ولم يبقى له من عمره إلا سويعات. شيء غريب والله، يعني حينما تتأمل وتتدبر بعض الناس لا تكاد تفهم وضعهم، ما كيتفهمنيش الشخصية ديالو كيفاش دايرة. أحيانا يعني كتكون الأمور واضحة جدا تجده يعني في سن الهرم، وقد رأيت مثل هذه النماذج، يعني سن الهرم ما بعد الشيخوخة، فايز 60 عام لأنه هذه مرحلة الشيخوخة، فهو في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات وربما بعد الثمانينات، وما زال ملهف على الحياة الدنيا، ملهف على المال، ولا يتورع في أن يسرق أو يخون باللعب الكبير، يعني لأنه هادو كيكونوا أصحاب الأموال كبيرة جدا، ما عنده غرض في الحلال والحرام. وبعد يوم أو يومين أو أيام قلائل يأتيك نعيه، شيء غريب جدا، ترى الموت فيه قائما. حقيقة الأعمار بيد الله، ولكن قطعا من جاوز سنا معينا ما بقي له مزيد، بنادم هو هذا صافي. يعني الإنسان الذي يعني يصل إلى 60 من عمره وما يكونش جمع الحقائب دياله، يعني من حيث الاستعداد الوجداني والنفساني للقاء الله، لا يكون هذا إلا غبيا، شو من عقل عنده. وكلما استعد العبد للموت قبل هذا السن يكون أذكى، هذا مقياس الذكاء الرباني الروحاني. لما تجد طفلا يافعا أو شابا يضرب للموت حسابه في سن 20 مثلا، هذا منتهى الذكاء، لأنه جمع الدنيا كلها تدبرها وتصورها وجمعها في الدائرة ديال الصفر، انتهت بالنسبة إليه. لأن الدنيا تنتهي ببدايتها، الدنيا كل الدنيا تنتهي ببدايتها، وهذه حقيقتها المؤسفة. ولذلك لا يتعلق بها تعلق التعبد إلا جاهل بالله وباليوم الآخر. كل الملذات تنتهي حينما تبدأ، رقم تشوق الملذة الفلانية من الطعام والشراب أو اللباس أو الزواج، ما شئت من ملذة كتكمل هذه الملذة من اللي كتبدأ فيها، لأن جمال اللذة هو قبل أن تبدأ فيها على المستوى النفساني. شيء غريب سبحان الله العظيم في هذه الحياة. وخذ مثال في الدماغ ديالك من الطعام أو من اللباس، ما شئت من ملذات الحياة الدنيا، والدنيا كلها هي هذه شهواتها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ذلك اجمعه في ذهني، لذاته الحقيقية قبل أن تملكه اللذة ديالو ما حدك كتحلم به، أما لما تديرو في يدك تنقص لذته شيئا فشيئا حتى تنقرض. ولذلك الإنسان الذكي فعلا، لأن المؤمن كما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام كيس فطن، الفطنة كتفيق بها، أي كتفيق بالحاجة قبل ما توقع، هذه الفطنة فطن، فايق فايق، كيس فطن كياسة، كيحط الحاجة في مضعة بلا ما يوقع أي رد فعل ديال الفساد، يعني ومستعمل عندنا بالدارجة بأصله العربي الفصيح، كتقول له تكيس على الحاجة باش ما تترش، لأنه كتحطها بالعقل وبالأسلوب اللبق. وكذلك تعامل المؤمن في السلوك وفي التصرفات مع الناس، ما كيهرس ما كيجرح مع بنادم، كيس فطن في علاقته مع ربه وفي علاقته مع الناس، هذا الذكاء الروحاني حقيقة الذي يهبه الله لمن شاء من عباده، لمن أقبل عليه صادقا بقلبه ملأ قلبه ورعا. وفي الحديث الصحيح وخير دينكم الورع، الورع رتبة أعلى من التقوى كما ذكر ذلك المحققون من أهل التربية من الصالحين. التقوى هي المرتبة التي لا ينبغي للعبد أن ينزل عنها، وهي أن تتقي محارم الله، وأن تجدك حيث أمرك، وأن تفقدك حيث نهاك، أو أن يجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. حاجة اللي قال لك ديرها كيلقاك راك فيها، أمرك بالصلاة أنت في الصلاة، نهاك عن الزنا أنت خارج الزنا، هذا التقوى. أما الورع فشيء زائد، لأن الورع لا يقع بقلب العبد إلا إذا امتلأ قلبه معرفة بالله جل وعلا،
كي يشم الحرم على بعد عنده فطنة، ماشي حتى كي يلقى الحرم عاد كيهرب، هذا تقوى وهو شيء حسن. لا، هو كيعرف بأن هذا الطريق غادي يتوصل للحرم، هنا ما باينش في البداية، ما كيمشيش فيها قطعا، هذاك السوق ما يدخلش فيه أصلا، فهو إذن يتقي الشبهات، حاجة اللي فيها الشك كيبعد منها. فهذا وارع. حكى أحد الصالحين قصة لطيفة أن امرأة فقيرة كانت تغزل صوفها الليل على مشاعر السلطان، وكان سلطان زمانها قد جمع مالا مشبوها، يعني من الليل الليل الكوخ ديالها بالركة ديالها حدا القصر ديال السلطان، وكتبدا تغزل الصوف على الضوء ديال المشاعل. المشاعل يعني البروجيكتور ديال هاد الزمان، البروجيكتورات ديال هاد الزمان هما المشاعل زمان من قبل، شعلوهم بالعافية من قبل الزيت. فتغزل الصوف، فتسألت مع نفسها، هذا النور المتدفق من المشاعل يوقد بزيت، ذلك الزيت مشبوه مصدره، لأنه قد جمع من كثير من الناس قعرا وقصرا، وقد يكون من مال زكاة الأصل فيها أن تصرف في مصارفها الثمانية، فإذا بها تصرف في غير وجهها مثلا مشتبهات. فسألت عالم زمانها وكان هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقالت له يا إمام أأغزل على مشاعل السلطان؟ سؤال جاء عجب، هذه كتسول على حاجة بحال الشعرة. فقال لها من أنت يا أمة الله؟ قالت له أنا أخت بشر الحافي، وهذا كان من العباد الصالحين، من الصالحون اللي كانوا في القرون الهجرية الثلاثة الأولى، الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك حسن البصري، يعني من أوائل التابعين واتباع التابعين وتابعيهم، ثلاثة الأجيال من أهل الخير. فقال لها يا ابنتي من بيتكم خرج الورع، لا تغزلي على ضوئه، لأنه كان ممكن أن يفتيها بمرتبة التقوى ويقول لا أنت ما شعلتي ما سرقتي، جاب لك الله الضوء غزلي، ولكن راعى منزلتها الإيمانية وحرصها على أن ترتقي بمراتب الخير، فأفتاها بما يقتضيه مقامها الذي هو الورع، أنه إذا كنت أخت فلان وخرجت من بيت الدين والورع فمثلك لا يفعل هذا، من بيتكم خرج الورع لا تغزلي على ضوئه أو على مشاعله. الورع شيء عجيب فعلا، وطالبه موهوب، وما أجمل هذه العبارة التي ذكرت من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت صحيح، طرف حديث جزء للحديث، وخير دينكم الورع، بمعنى أن الورع مش هو الدين كله، ممكن تكون على دين لكنك غير ورع، ولا ينقص من قيمتك شيئا إن كنت من المتقين، لكن أن يطلب العبد المنازل العالية فذلك شأن الصديقين بعد الأنبياء أهل الورع، وخير دينكم الورع. وكلما كان العبد أقرب إلى الورع كلما كان أعرف بالله جل وعلا وأعرف بحقه وأدرك لطريقه سبحانه وتعالى، ولذلك لا يختلط عليه حق بباطل ولا تتلبس عليه فتنة، غير توقع الفتنة كيسيق لها الخبر، يحتاج هو اللي يعني يزيد حتى يتسنى الأخبار كيفاش تجي وكذا إلى آخره. وذكر أحد العارفين بالله من قبل كلمة حكمة تشد إليها الرحال، وما أحوجنا إليها في زماننا هذا، قال رحمه الله الفتنة تقبل بشبهة وتدبر ببيان. الفتنة من اللي كتوقع كتجيك مخلطة، يعني كتبلك بحل الحق، تقبل بشبهة لكن فوقاش كتتأكد بأنها باطلة، تكتفوت وتمشي ويوقع اللي وقع ويموت اللي يموت ويحيا اللي يحيا، عاد كتقول كنت غلط من اللي أيدت هذوك الناس أو وافقت هذيك الفكرة أو تحمست لهذاك الاتجاه، كنت غلط. علاش كنت غلط؟ لأن الفتنة حينما وقعت جاءت ببعض الأدلة، وهذه الأدلة هي شبهة. الفتنة حينما تقبل تأتي بأدلتها لكنها أدلة مزيفة، تقبل بشبهة، تلف بندم تلقى على علم وكيتلف معها، لكن فوقاش يسق الخبر تكدز تيفوت الفوت وتدبر، مشات مشات بمعنى مرت الأحداث وجات الأخبار وتبينت الحقائق، عاد كيبان لك بلي راه كنت غلط، وتدبر ببيان، عاد كيبان الامر وتبان الحقائق مزيان. لكن المؤمن الوارع صاحب الورع يدرك حقيقتها قبل ان تقع،
ولا تفتنه شبهتها أبدا بشيء واحد، أنه موصول القلب بالله، لأن الذي عرف الله جل وعلا حقا وصدقا لا تختلط عليه الأمور، ويكون أرزن وأرصن، لأنه كيس فاطن فيه فطنة الأنبياء اتباعا لا مساواة، اتباعا واقتداء. ومن صفات الأنبياء الفطنة، كل الأنبياء أهل فطنة وتفطن، وهي صفة أقر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. المؤمن كيس فاطن. من هنا إذن لا ينبغي أن يغرنك صاحب الذكاء الخارق في أمور الشغب أو في أمور اللهب. لماذا؟ لأن هذا الذكاء هو الذي يوقع صاحبه في الغباء، وهو الذي يؤدي به إلى المهالك في الدنيا وفي الآخرة. يعني بندم بعض الأحيان سبحان الله العظيم قد يقع بقلبه نوع من الرهبة من الكافر، بسبب أنه حسب ما تبديه وسائل الإعلام ملك كل شيء، يصوروا لك الكفار على أنهم في مرتبة الألوهية والربوبية، أنهم كيسقوا الخبر للنملة إلى دزت في الأرض في الظلام. هذا إعلام شيطاني يهودي، لأنهم كيرفعوا الكفار إلى درجة الربوبية. والعبد الذي عرف الله حقا وصدقا يدرك أن الله حينما يريد فإنه يعمل بصائر للكافر فيوقعه في المهالك. ولذلك فالمؤمن لا تفتنه الدعايات، ولا تزلزله الأخبار التي قد تأتي بما يقصد به أن يزلزل حقائق الإيمان في النفوس وفي الوجدان، لأن الله جل وعلا لم يزل ولن يزال ولا يزال جل وعلا مستوي على عرشه يدبر أمر ملكوته، فهو الحي القيوم أبدا. هذه الحقيقة عمرها ما تزول، وتلك عقيدة المؤمن ما دام مؤمنا. وما دام الأمر كذلك فالله جل وعلا هو المليك الحق الذي يملك زمام كل شيء. فالعبد إذن وهو يسير إلى مولاه يسير بوجدان له صفتان. الصفة الأولى صفة الطمأنينة والسكينة، مرتاح، يوقع اللي يبغى يوقع مرتاح، لأن الله جل وعلا لا يزال هو ملك الكون ومليكه، يدبر زمام أمره ظاهرا وباطنا، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، لا شيء يقع إلا بعلمه وإلا بإذنه. ثم له صفة القوة، المؤمن إلى جانب الطمأنينة والسكينة يشعر أيضا بالقوة، لأنه بمعرفته بالله حقق الانتساب لله عبودية. لما كتقول أنا عبد الله وكلنا عباد الله ويناديك المولى بعبدي وعبادي، هذه جملة، جملة النداء أو الإضافة في الانتساب عبد الله، هي أجمل عبارة وصف بها ابن آدم في الدين، أجمل عبارة وصف الله بها الإنسان المؤمن ووصف بها الإنسان المؤمن إذا نودي بها في الناس، هي هذه أن تكون عبدا لله، أن تسمى عبد الله. ولذلك في الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأن من مقتضيات الإضافة عبد الله الملكية والحيازة والخصوصية. يعني شنو معنى ديال الإضافة؟ يعني واحد التعبير بسيط جدا، هو هذا ديال هذا، فهو يملكه ملكية وحيازة، فإذا كان له وملكه وبه لا بغيره فمعناه أنه خاص به. ولله المثل، لما ندخل لواحد القاع العلاقات الاجتماعية وتلقى الكراسة الكراسي مستفين لي مجلسين ينعقد شي مجلس غادي يكون، كتسمع هذا الكرسي ديال فلان، هذه الإضافة. شمعنت الكرسي ديال فلان؟ معنتو حتى واحد ما يجلس عليه، معنتو أنه مكان خاص، معنتو أنه عنده قيمة خاصة، معنتو أيضا أن الناس تأخذهم الرهبة من ذلك المكان. هذه معنت الإضافة في نهاية المطاف، أنت عبد الله، الناس عبيد وأنت عبد الله، وهؤلاء العبيد يصيب منهم الشيطان ما يصيب، وتصيب منهم النفس والأهواء ما تصيب، ويبقى عبد الله خاصا بالله ديال الله ما ديالش غيره، فلذلك لا ينالون
ولا يقربون ولا ينتهكون، هم لله وبه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما توصلش تما، تقدرش، لأنهم ديولي، أهلي وخاصتي، كما في صيغة حديث آخر صحيح، أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى. هذه العبودية في أرفع مقاماتها وأجملها، تحس إذن بقدر ما تشعر بالطمأنينة، لأنك تحس براسك محمي كامل الحماية معك، تشعر أيضا بالقوة، لكن ماشي القوة دي الكبرياء كلا، ولكن القوة الإيمانية، تعلم أنك عبد محمي في حصن من حصون الله، كما في حديث الولاية، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ويا ويلة من آذنه الله بالحرب، إذن يكون من الهالكين قطعا. العبد الذي عرف كيف يسير إلى الله جل وعلا وكيف يتدرج عبر مدارج المعرفة به، وشعر بأن قلبه فعلا بدأ يمتلئ خشية ورغبة ورهبة من الله جل وعلا، وبدأ ينظر إلى أولئك الأذكياء من الكفار والفسقة أنهم على منتهى الغباوة والبلادة، هذا فعلا قد انكشفت له حقائق السير إلى الله، فليحرص على طريقه، لا يغير ولا يبدل ولا يفتننه عن ذلك شيء، لأنه الإنسان كيقدر تبان له الطريق هاهية وتبان له حقائق الظلمات الأخرى، كيف أن هؤلاء وأولئك على غباوة وعلى ضلالة، وتبان له الطريق مستقيمة إلى الخالق جل وعلا وإلى مراتب الرضا والرضوان، ولكن يأتيه إبليس فيمنيه ويلهيه بالسين وسوف، سويف يعني، اليوم غضة تمشي، اليوم غضة تبدأ، حتى لا تبدأ أبدا، أو يشغلك ويفتنك بكسرة البدايات. وقد نبه الربانيون على هذا الأمر، عدد من أهل الخير كتلقى القلب ديالو منفتح على الخير، إما في مرتبة التوبة أو في مرتبة السير والانطلاق إلى الله جل وعلا، وكتلقى عنده المشكلة هي ديك البدية، إبليس كيتلف وكيعرض عليه البديات، لأنه إبليس حينما ييأس من شخصين أن يكون من الكافرين أو من الفاسقين يلهيه ويفتنه بكثرة الاقتراحات، يقول له أنت مزيان فيك الجهد ديال الصيام، بدأ تصوم، حتى يبدأ يصوم شو يقول له لا هذا الصيام راه ما كيخليكش تقوم الليل، خلي الصيام بدأ تدير قيام الليل، عاود يبدأ يدير قيام الليل يقول له لا هذا قيام الليل كيخليك الصباح ناعس، ما تديرش قيام الليل، حسن بدأ تقرأ القرآن، ويبدأ هكذا من عمل لعمل، يعني يتنقل بالبدايات، يبدأ هنا ما يمشيش، يبدأ هنا ما يمشيش، بحال داك اللي غادي يحارط الأرض، غادي نبدأ من هذا الموضع العالي، لأنه إلى خدمة العالي سهل لي الحادر، شوية عاود يبان له هذاك الحادر حسن، أرى نمشي نبدأ في ذاك، وكيبقى في البداية، يبدأ في هذا الطرف ويبدأ في هذا الطرف، عمره ما حرت هذيك الأرض. فلذلك من فتن ومن تلبيس إبليس أنه يلبس على الناس بكثرة البدايات، كلهم بدايات ديال الخير، راه ما جاب لك شيء الفساد أو الزنا أو السرقة أو الرشوة، ما جاب لك شيء، لأنه يعلم أن ذلك لن ينال من عزمك، أنت قبضت طريق الله صافي، ولكنه يشغلك بأمر آخر بكثرة البدايات فيفتنك بها، هذا أمر أو بالتسويف، يسوفك ويمهلك حتى يفوت عمرك نعوذ بالله. ولذلك من عرف ما قصد هان عليه ما وجد، ولكن انطلق إلى الله، انطلق شعر قبل الطريق، بنت له النقطة راهي فين خصو يوصل، صافي قفض على دراعه، شمر على رجليه، مشى، لا يلتفت يمنة ولا يسرة ولا خلفه، لا يلتفت، لا يصغي لوساوس الشيطان ولا لنداءات النفس، وإنما هي رتبة الرضا ومنزلة الورع لاحت له بوارقها فتعلق القلب بها شوقا، فصار الليل والنهار لا يفتر أبدا حتى يلقى ربه. مثل زماننا هذا يحتاج فعلا إلى بصيرة بالحق، لأنه زمان الفتن، زمان الفتن مشكل كبير، يتلبس الباطل بلباس الحق في أشكال كثيرة، ويلبس على الشباب والكهول، وبصائر الحق في كتاب الله واضحة جلية، إنما المؤمن ما يتلفوش عود الشيطان ينتقيله من المعاني والآيات جزئيات تغطي عنه حقائق الكليات. نشرح هذا المعنى،
كيمكن يوقع للإنسان أنه يمشي لوحد الآية واحدة من كتاب الله جل وعلا فيأخذها ويلبس عليه الشيطان بها؟ كيف ذلك؟ هذا من أصعب المزارق، إن هذا القرآن يوهمك الشيطان أن مفاتيح كل شيء إنما هي في هذه الآية. والله جل وعلا أنزل كتابا كاملا وأنزل آيات وبصائر للناس، ففي القرآن آية التعوذ، وفي القرآن آية الرحمة، وفي القرآن آية السيف، وفي القرآن آية الصلاة، وفي القرآن آية الزكاة، وهلم جرى. منظومة متكاملة هي الإسلام. فلا ينبغي للمؤمن أن يفتنه الجزء عن الكل، وإنما يأخذ الكل كلا، يعني خذ القرآن كامل واقرأ وتدبر واجمع حقائق الإسلام من كتاب الله ومن تطبيقات رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما تعاطى مع القرآن بصدق، راه هذا العامل حاسم مهم جدا، حينما تتعاطى مع القرآن بصدق فإن الله تعالى يفتح لك أبوابه وكنوزه. منذ القديم قال العلماء: إنما يجد الحق من أخذ الدليل مأخذ الافتقار. يعني كتمشي للقرآن طلب الباب ديال القرآن، دق باب القرآن، وأنت تشعر بالافتقار إلى القرآن، أنت محتاج للقرآن، تجد حاجة لدواء دائك ولشفاء جرحك. فحينما تأخذ دلائل القرآن بهذا الوجدان، وجدان المفتقر إلى الله جل وعلا، تنفتح عليك بصائره. ولا تفتنك، لا تفتنك بعض التجليات التي هي في الحقيقة ليست من واقع القرآن، وإنما هي من واقع الناس. يعني أن الإنسان كيقدر يبغي يلقى داكشي اللي باغي في خاطره، المشكل ديالو والحساب ديالو مع الناس، كيبغي يخرجوا من القرآن أو يخرجوا من السنة. وهذا واقع كثير بين الناس. واحد فلان تبعت معه وتشاريت ولا تجادلت معه شي مرة وطلع لي الزعام، قنطني، خصني نمشي نقلب على شي آية اللي نكفروا بها ولا نفسقوا بها ولا نبدعوا بها. هذا المنطق يحكم كثيرا من الناس ويضلهم هم الأولون عن الله جل وعلا، لأنه بهذا الصنيع كيقدر الإنسان ما صيق خبر الرسول كيوقع له، عملية دقيقة جدا وسريعة تقع في اللاشعور الإنساني. يقدر الإنسان آنئذ يكون في حقيقة الأمر محرفا للكلم عن مواضعه أو عن بعض مواضعه، حرف المعاني ويحرف المقاصد التي من أجلها نزل القرآن. المؤمن لابد أن يسائل نفسه وهو يطرق باب القرآن وباب السنة، يسأل نفسه: ما حاجتي؟ شنو هي الحاجة ديالي؟ هل أريد أن أعالج وجداني؟ أريد أن أكمل نقصاني؟ أم أريد أن أنتقم لنفسي وأروي عطش الانتقام في قلبي؟ ولذلك المؤمن العبد لله حقا إذا وقعت الفتن يأسى ويأسف. لماذا؟ لأن الفتنة لا تلد إلا الفتنة، الفتنة لا تلد إلا الفتنة. ولذلك قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تأتي على الأخضر واليابس. فالعبد الصادق الذي يبصر بنور الله إذا سمع بالفتنة استعاذ بالله. وحقائق الفتن إنما يوقدها الشياطين أو أتباع الشياطين. لا أشك أدنى شك في أن كل فتنة تقع ببلاد المسلمين يكون الصهاينة الكبار، الأبالسة الكبار، من ورائها يلعبون لعب الكبار، لعب الكبار. ولذلك الدين والإسلام رأس الدين وكل الدين، إنما يؤتي ثماره وينتج بركاته وخيراته عند إقبال الأنفس متذللة لله الواحد القهار، راغبة في جمال السير إليه، في نيل الرضا والغفران. إذا انعدمت هذه المعاني في النفس فلا يغرنك بعد ذلك الشيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.